طبعاً الصورة اللي على الشاشة الآن مشاهدينا هي صورة الكريم وهو أحد المفقودين في أندريانا، اللي هي السفينة اللي غرقت على السواحل اليونانية واللي كانت فيها مصريين وفلسطينيين وسوريين وبعض الجنسيات الأخرى. كريم طبعاً مصري ومعانا شقيقته الآن. أي فندم سماع حضرتك؟ أنا فندم مع حضرتك. أنا حاسة دلوقتي مش عارفين أي حاجة عن أخويا خالص، ولا عارفين نتواصل مع أي حد من المسؤولين. إحنا كلنا بنموت مش عارفين نعمل إيه. ولا عارفين هو عايش، ولا عارفين هو مفقود، ولا عارفين هو يعني عايزين نعرف أي حاجة عنه. طيب اسمحي لي بس ببياناته، يعني هو منين؟ من كم سنة؟ اتفضلي. 20 سنة يا فندم، من محافظة الشرقية، ملكة سعود أو سلبي. أي فندم؟ معاكي 20 سنة كريم. 25. انقطع الاتصال قبل طبعا ما يركب السفينة. آخر مرة كان في اتصال ما بينكم كانت امتى تحديدا؟ آخر مرة قبل ما يركب كلمني وقفل التليفون وقال لي في إخبارية إن إحنا هنركب السفينة، وحملت على إيطاليا، وبعد كده الاتصال اتقطع يا فندم. ما عرفت عنه لحد دلوقتي أي حاجة. طيب حاولت الاتصال بأي جهات معنية، وزارة الهجرة أو غيره فندم؟ لأن كان بيقال في بيان لوزارة الهجرة إنها بتتابع يعني لحظة بلحظة وحتحاول تطمن حضراتكم كأهل مفقودين. هل ده حصل؟ هل تواصلتوا؟ هل هم تواصلوا؟ لا لا